ثم رحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة درس جديد خالص وجميل جدا، استكمالا للفعل المضارع. خدنا الفعل المضارع المرفوع، وخدنا الفعل المضارع المنصوب وأدوات النصب، أن ولن وكي وحتى ولام التعليل. النهاردة كيف يجزم الفعل المضارع؟ يجزم يعني إيه يجزم؟ جزم الفعل المضارع، جزم الفعل المضارع بحاجتين اتنين، بالسكون وحاجة تانية لسه هناخدها إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، اسمها حذف حرف الإيه؟ العلة. السكون أو حذف حرف الإيه؟ العلة. ماشي؟ هناخدها في الحلقة الجاية عشان ما نكتبهاش دلوقتي. خدنا أدوات النصب، أن ولن وكي وحتى ولام التعليل، أدوات الجزم. لم، لما، لا الناهية، لا الناهية اللي ايه بينهيك عن شيء، لام الأمر اللي بيأمرك بشيء. يبقى أنا عندي كم أداة؟ أداة واحد اتنين تلاتة أربعة. لم، لما، لا الناهية، لام الأمر. مالهم دول؟ الأدوات دي لو ما سبقتش الفعل المضارع يا حبايبي ايه اللي يحصل؟ الفعل المضارع يفضل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يفضل مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضمة. يعني يحفظ من غير لم. نعدلها بس يبينها شوية كده، من غير لم يحفظ. لو انا شلت لم يبقى يحفظو، حطيت لم هشيل الضمة، وهنتكلم فيها بقى دلوقتي. لم بس، ولما، ولا، ولا دي هنشرحها في الاخر كده عشان دي عايزه تعليق بسيط. يبقى انا عندي جزم الفعل المضارع، ادوات الجزم، لم، لما، لا الناهية، لام الامر. وفي لم تاني؟ اه، في لم التعليل اللي خدناه في النصب، وفي اللام النافيه، لا النافيه. هنبين دلوقتي في الحصه دي الفرق ما بين اللام النافيه واللام الناهية. أما لام الأمر هقول لك تعمل فيها إيه بالظبط. ناخد الأول أداة من أدوات الجزم. إذا سبقت الفعل المضارع أقول فعل مضارع مجزوم، مجزوم، وعلامة جزمه السكون. يبقى إيه بقول إيه؟ لم يحفظ. لم نقول عليها إيه عربي؟ أداة من أدوات الجزم تجزم الفعل المضارع، تجزم الفعل الايه؟ المضارع. لم يحفظ الطالب. مين اللي ما حفظش؟ الطالب. الطالب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ما حفظش ايه الطالب؟ الدرس. الدرس مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. لم يحفظ الطالب. لو شلت لم هقول يحفظ الطالب الدرس. يحفظ، حطيت على الظا ضمه، اخر الفعل المضارع عليه ضمه، ماشي، مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضمة. أما دلوقتي ما أقولش يحفظ، ماشي، فعل مضارع مرفوع، لا، أقول فعل مضارع مجزوم. ليه مجزوم؟ لأن سبقه أداة من أدوات الايه؟ الجزم. أول واحدة إيه؟ لينام محمد في السرير. لو شلت اللام ينام محمد في السرير. ينام محمد في السرير. ينام فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، في حرف جر، السرير اسم مجرور بفي. طب حطيت لا، لينام محمد، لينام محمد في السرير، عمل ايه؟ اللام ساعة ما دخلت على الفعل المضارع ينام، بدل ما قلت ايه ينام محمد في السرير الأول، دلوقتي لينام. يبقى ينام نعرفها ايه بقى يا حبايبي؟ برافو عليك، فعل مضارع مرفوع، اسف، فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه ايه؟ السكون. ايه السبب؟ ايه السبب اللي هو انجزم؟ لان قبليه حرف او اداه من ادوات الايه؟ الجزم. اداه من ادوات الايه؟ الجزم، اللي هي اللا. طب اللام دي انا عايز احددها بقى، هل هي لا ناهيه ام لام امر؟ هعرفها ازاي اذا كانت لا ناهيه او لام امر؟ لا ناهيه انا بنهيك عن شيء، بقول لك لا تأكل، لا تذهب، لا تخرج، ماشي، لا تأكل الطعام وهو ساخن، ماشي،
لا تذهب إلى المدرسة بدون صلاة. لا لا لا، دي أمر أهو، أمر، لم أمر. اللام الناهية أعرفها إزاي؟ إن دي لام ناهية. لام ناهية أعرفها إزاي؟ ما اسمهاش لا ينام. لا لا لا، لينام، لام. لام بس، لام. لينام، أعرفها إزاي بقى إن هي لام أمر؟ ركز معايا. أنا هشيل اللام دي وأحط مكانها كلمة جميلة أوي اسمها إيه؟ لازم. ونشوف الجملة هتقبل بيها ولا مش هتقبل. لازم ينام محمد في السرير. قبلت قبلت كلمة لازم؟ آه، يبقى اللام دي لام أمر. لام إيه؟ أمر. لام إيه؟ أمر. لازم ينام محمد في السرير. لازم. هشيل الله عشان يقول لما يقول لي حدد لي أو هات لي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. وراح جاي حاطط لي كذا جملة كده فيها لام 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 لام. هعرف ازاي؟ هشيل اللام دي، ما هو ممكن يقول لي هل اللام دي لام تعليل ولا لام أمر؟ هعرفها ازاي؟ لام الأمر هشيلها وأحط مكانها لازم، يعني لابد. لا لا لا، محمد شقي خالص وكل شوية شقي وخلاص، الجو ليل ولازم يخش ينام، لازم يدخل ياه ينام. يبقى كلمة هشيل حرف اللام ده وأحط مكانه كلمة لازم. لابد، لابد ينام محمد في السرير. يبقى اللام هنا بقت لام ايه؟ لام امر. نعرف بقى الجمله. لام، لا اداه من ادوات الجزم، ماشي. ينام فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون. فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه الايه؟ السكون. لينام، مين اللي مين اللي عايز مطلوب ان هو ينام؟ محمد. محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الايه؟ الضمة، في حرف جر، السرير اسم مجرور بفيه وعلامة جره الايه؟ الكسر. دخلنا البيت كلنا كده حبايبي، ها؟ وبسأل عن والدي. والدي فين؟ نايم. أصحي والدي؟ لا لا لا، الأم قالت ايه؟ لما يجهز الطعام. لما أجهز الأكل. ما تصحوش دلوقتي عشان ما تتعبوش، لما أجهز الأكل. لما يجهز الاكل. لما، ولازم الشده والفتحه يا حبايبي. لما يجهز الاكل. من غير لما يجهز الطعام. من غير لما، الفعل المضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب حطيت اداه الجزم لما، يبقى لما هنا لما يجهز الطعام. لما يجهز الطعام. لما هنا لا، لا تأكلوا، لا تأكلوا. خد بالك أنا بتكلم كده كله على المفرد. لم يحفظ الطالب الدرس، لينام محمد، لما يجهز الطعام. هنا بقى قال لي لا تأكلوا. كان ممكن يقول إيه؟ لا تأكل الطعام وهو ساخن، بيتكلم مع المفرد برضه، ماشي. إنما قال لي لا تأكلوا الطعام وهو ساخن. طب تأكلوا ده اللام دي لام ناهية بتنهيني عن الأكل. لا تأكلوا، لا تأكلوا. طب تأكلوا ازاي؟ ده المفروض يبقى اخرها سكون. ركز معايا. هنا بقى ما بجزمش بالسكون، هنا بجزم بالسكون لانه مفرد. يحفظ، ينام، يجهز، ماشي. انما هي دي تأكلوا فعل مضارع ماله، بيتكلم عن مفرد ولا عن اتنين ولا عن جمع؟ عن جمع. فعل مضارع جمع اهو. لا تأكلوا بيتكلم عن مجموعة، ماشي. المجموعة دي أي فعل اتصل به واو الجماعة، ده اسمها بقى واو الإيه؟ الجماعة. واو الإيه؟ الجماعة. أصل الجملة إيه؟ تأكلون الطعام وهو ساخن. تأكلون، تأكلون، نا آخرها نون، أشيل الألف وأحط مكانه إيه؟ نون. تأكلون الطعام وهو ساخن. طب أنا حطيت قدامه أداة من أدوات الجزم، أداة من أدوات الإيه؟ الجزم. أداة الجزم دي عملت إيه بقى في تأكلون؟ أكتبها لك كلمة تأكلون عشان تبقى واخد بالك منها. تأكلون الطعام.
حصل الجملة من غير أداة الجزم تأكلون الطعام وهو ساخن. تأكلون الطعام، تأكلون جمع اهو، تأكلون الطعام وهو ساخن. طب لما احط أداة الجزم، أداة الجزم عملت ايه يا حبايبي؟ شالت النون وحطت مكانها ألف. الألف والواو دول يا حبايبي اسمهم ايه؟ واو الجماعة، واو الايه؟ الجماعة، ماشي؟ حذفت ايه؟ حذفت النون، شالتها خالص. يبقى اي فعل مضارع متصل بيه، مش تاكل دي فعل مضارع؟ اي فعل مضارع يتصل بيه، ركز معايا، واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه، وانا هتكلم فيه ان شاء الله في الحلقه اللي بعد دي على طول، ماشي؟ خلاص؟ يعرب بحالتين اتنين، يا اما بحذف النون او بثبوت النون، وهنتكلم فيها دلوقتي. طب مش هطول عليك الا لما اقول لك الحلقه بتاعه الايه؟ الافعال الخمسه، ماشي؟ يبقى لا لام ناهيه، ماشي؟ اداه من ادوات الجزم. تاكلوا، تاكلوا نقول ايه؟ فعل مضارع مجزوم بحذف النون، بحذف الايه؟ النون، ماشي؟ الطعام، لا تاكلوا الطعام. الطعام عارف ايه يا حبايبي؟ ها، فاعل هو الطعام، هو اللي بياكل. لا، لا تاكلوا انتم الطعام، يبقى الطعام مفعول به منصوب وعلامه نصب الايه؟ الفتح. ركز معايا، انا عندي لام ناهيه ولام امر عرفناها، يعني اكتب قصادها كده لازم عشان اعرف، اشيل اللام الامر واكتب قدامها لازم، احط مكانها كلمه ايه؟ لازم. لازم ينام محمد في السرير، ماشي؟ خلاص، تمام. طيب عندي لام الناهية ولام النافية. النافية يعني بتنفي العمل، أنا ما بعملش كده. لام النافية بتتكلم أنت عن نفسك، لا أحب الكذب، لا أحب الكذب، يعني أنا ما بكذبش، أنا ما بكذبش، أنا ما بكذبش. هنا اللام هنا إيه؟ لام ناهية، هو أنا بقول لك لا تكذب، لا تكذب. اللام الناهية بتصدر من شخص ليك، اما اللام النافيه انت بتنفي عن نفسك او بتنفي عن الاخرين. هم لا يحبون الكذب، هم لا يحبون الكذب. اما اللام الناهيه لا تكذبوا، لا تاكلوا الطعام وهو ساخن، لا تشربوا الماء مش قبل ايه، مش عارف ايه، لا تتقدم الى الصلاه قبل الوضوء، لا لا لا، من شخص ليك او لجماعه. اما اللام النافيه دي اسمها لام نافيه، مش تبع جزم الفعل المضارع خالص، بس انا بحب اعرفها لك بس عشان ما ايه؟ ما تتلخبطش تقول ايه؟ ما هي دي، طب دي لام ايه؟ ما تنفعش. تنفع لام امر؟ لازم احب الكذب؟ لا طبعا. ده بيقول لا احب الكذب، يبقى ما تنفعش لام امر. تنفع لام ناهيه؟ لا احب الكذب؟ ولا ايه؟ ولا ده انت اللي بتتكلم عن نفسك. لا، يبقى دي لام ايه؟ لام ايه؟ نافيه. اللام النافية بقى يا حبايبي عشان ذكرناها دلوقتي ما بتعملش حاجة خالص في الفعل المضارع، ولا جزم ولا حاجة، لا أحبه زي ما هو. عرفت بقى فرق ما بين اللام النافية واللام الناهية؟ اللام الناهية بتجزم الفعل المضارع، أما اللام النافية لا تغير شيء في الفعل، ما تغيرش شيء في الفعل زي ما هو. لا أحبه، ما بقولش لا أحب الكذب، لا أحب الكذب، لا أحب الكذب، ماشي؟ الحته دي تفهم كويس؟ نعيد عليها تاني. لم يحفظ الطالب الدرس، لم اداه من ادوات الجزم بتجزم الفعل المضارع، ماشي؟ يحفظ فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزم السكون. لينام محمد، لام اداه من ادوات الجزم، لام امر اداه من ادوات الجزم، ينام فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزم السكون. لما يجهز، يجهز فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزم السكون. لا تأكلوا الطعام، تأكلوا فعل مضارع مجزوم بإيه؟ بلا، لا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون، حذف الإيه؟ النون. لا أحب الكذب، لا لام ناهية ولا لام نافية؟ برافو، لام نافية. لا، لا أداة نفي، أحب فعل مضارع، الكذب
مفعول به منصوب وعلامة نصب الايه؟ الفتحة. ناخد بقى الحتة دي سريعا كده. ضع لم او لما او لام الامر او لام النهية امام كل ايه؟ جملة. ترجع الطالبة من المدرسة، احط ايه؟ لا ترجع الطالبة من المدرسة، لا طبعا. لم ترجع الطالبة من المدرسة حتى الآن. حتى الآن. تتكلم البنت بصوت عالي، أقول لها إيه؟ لا تتكلم البنت بصوت عالي. أسكن في هذه القرية. لما أسكن في هذه القرية. لما أسكن في هذه القرية. الدرس سهل خالص وجميل خالص وخفيف زيكم كده وجميل جدا برضو زيكم. بشكر المشتركين جدا، شكرا جزيلا، والمتابعين كذلك. وعلى فكرة عندنا حلقات قراءة وكتابة كتير جدا بتعلم القراءة من الألف إلى الياء، تعلمك القراءة والكتابة والإملة، بتعلمك كل حاجة واحدة واحدة كده. اللي عايز إيه برضو يتفرج عليه، حلقات فيديو كتير جدا على نفس القناة. وإلى لقاء آخر، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.